واحد من أشهر المطاعم المندي بالنجف هو حضرموت، وبنفس الوقت يعتبر من المطاعم القديمة واللي يفتخر بالكوادر اليمنية. مبدئيا هذا المطعم الوحيد اللي متأكد منه في حال إذا رحت أو أصلا أنت مجرب الأكل يمه ولازم تطلب تمنع وازه، والسبب الأكل عندهم تحفة من كل النواحي. أكثر شغلة أنصحكم تجربوها عندهم هي الكبسة، أطيب كبسة جربتها بالنجف من بين المطاعم اللي مرت عليها، مع العلم أسعارهم ما بيختلف عن الباقين. أما في حال إذا تحب تجرب المندي راح تجرب في شيء مختلف، وهذا الشيء يعجبني بحضرموت. المسألة مو مسألة تكرار، الأكل عندهم مختلف من باب التتبيلة. المسألة الأخيرة، ما أعرف شنو الربط بين المندي والطماطة، كل ما نطلب منهم لازم نطلب طماطة، هم مجربين هذا الشيء لو لا؟ باختصار التجربة كانت تحفة، بس الشيء المزعج بهذا المطعم هو المساحة، كل شيء صغيرة وأغلب الأوقات لازم تنتظر في سبيل تحصل مكان. بعد ما تأكل وتخلص شايك على حساب حبي أنواع من النجف شارع روان. هلا بيكم. واحد من أقدم المطاعم المندي بالنجف. هذا المطعم بداياته كان المندي عندهم خرافة، وبنفس الوقت هذا أول مطعم مندي صورته، لذلك كان لازم أرجع وأشوف على نفس ترتيب الأكل لو مر عليه تغيير. أول ما شفت اللبن نزل عرفت ما مر عليه أي تغيير، لأن هذا المطعم الوحيد اللي ينزل اللبن ويا المندي بداياته. بالنسبة للأكل على نفس ترتيبه القديم، اللحم تعرف مثل ما تشوفون، وبالنسبة للأسعار ما بها أي اختلاف عن الباقين. بالأخير في حال إذا حبيت تجربون الأكل عنده أنوار النجف شارع الاشتراك. مندي بلقيس هذا واحد من أحدث المطاعم المندي الموجودة بالنجف، والسبب اللي حمسني أجرب الأكل عندهم هو كمية التنوع بالأكل اليمني، لأن أغلب مطاعم المندي الموجودة بالنجف ما عندهم بس مندي لحم ومندي دجاج، وهذا الشيء أصبح كلش قديم. مع العلم المطبخ اليمني مو بس مندي، بس تفاجأت ما عندهم بس مندي دجاج أو لحم. مع العلم المندي بيه كمية تنوع بالأكل اليمني فتشي خرافي، لذلك قررت أجرب اللحم، وبصراحة ما حسيت بفرق مقارنة بالمطاعم الباقية. بس الشغلة اللي حسيت بها فرق هو تصميم المطعم والقعدات الحلوة، باختصار مكان روعة. بالنسبة للأسعار ما بيختلف عن الباقين. بالأخير أتمنى منهم بالفترة الجاية تكون أغلب الأكلات الموجودة بالمينيو تكون موجودة على أرض الواقع، في سبيل نجرب في شيء مختلف. في حال حبيت تجربون أنواعهم من النجف شارع كراج بغداد مقابل السلام. أهلا بكم. إذا كنت من محبين المندي وبالتحديد اللحم، تعال خلص أسولف لك عن مندي صنعاء اليمني. مندي اللحم بهذا المطعم ضيم، وإذا تريد تعرف عنوان الجودة بأي مطعم مندي فلازم تنزل اللحم، إذا كان اللحم ذايب فأكيد الجودة ممتازة. والشغلة الثانية، هذا واحد من المطاعم اللي يفتخر بالكوادر اليمنية، بالتالي المندي راح يكون يمني بحت. أو صدق هذا محمد المخزومي لو شنو الوضع. من بعدها لازم تسوي هاي الشغلة واللي هي تبدي تاخذ من كل نوع شوية وتبدي تخبط. أو صدق منو من جماعتك يشبع من أول لقمة ويخلصها ياكل بس لحم؟ هذول أذية ودعتكم. بالنسبة للأسعار ما بيختلف عن الباقين. بالأخير لازم تختمها بالشاي في سبيل تعدل المزاج. اللي يحب يجرب أنواع النجف حي الأمير. كنا متفقين أصل المندي هو اليمن، بس خلي بالك صح هم الأصل، بس دائما الفخر بالشخص اللي ياخذ الفكرة ويعدل عليها. واحد من أطيب المندي اللي جربته هو مندي العبيدي، بعيدا عن كل أنواع المندي التقليدي اللي يكون مليان توابل، وهذا أكثر شيء راح يحسون به أهل القالون، لكن الجماعة يشتغلوا بطريقة مختلفة كليا، وأكيد راح يكون من أيادي عراقية. قبل لا تحكم على الأكل جرب. بنفس الوقت جرب الفسنجون، سعر الصينية ب15,000 دينار والسفري أعتقد ب13. أنوان النجف شارع السلام. بس اصبر شوف التمن ايش قدر. شنو عندك عم؟ والله تمن ما مقيوس طن، ما تمن كنا من عدة ريمه هالصينيه رجعت مثل ما هي. النجف مليانة مندي. بالفترة الأخيرة بدأت تنتشر المطاعم المختصة بالمندي بالنجف، وأغلب هالمطاعم تكون كوادرها من اليمن، بالتالي المندي راح يكون يمني بحت. واحد من المطاعم اللي جربت الأكل عنده بالصدفة هو أصل الدخان، بما أنه مطعم مندي فلازم تكون جلسات العربية موجودة. صينية المندي تنزل بهذا الشكل سعرها ب27,000 دينار. بالنسبة لي أشوف الدجاج أطيب من اللحم بهذا المطعم حسب تجربتي. بالنسبة للعوائل راح تكون أكو جلسات عربية. بالأخير أنواعهم من النجف شارع السلام. أهلا بكم. راح أحكيلكم عن مطعم المندي في فيديو واحد. الأول هو مندي عدن، ثاني هو المندي العربي. كلامي راح يكون فقط على الدجاج حكم أغلب الناس فضل اللحوم البيضاء. أولا هو مندي عدن، صار فترة من الفترة اللي يكون بشارع التربية، تجربتي يمه كانت حنيف، بصراحة الدجاج ذايب مثل ما تشوفون. أما بالنسبة للبن فأنا حييم على النوعية المستخدميها أفضل من الزبادي الإيراني من باب دعم المنتوج المحلي. هسه المندي العربي، هذا المطعم كلش قديم، بصراحة أنا ما حسيته مندي بقد ما حسيته تبن الدجاج عادي، مو معناها مو زين، لا بالعكس، التجربة كانت تختلف عن أغلب المطاعم حكم الدجاج كانت شوي ما بيها اي تتبيله ممكن تضيف نكهه للدجاج، وانا عجبتني. او صدق شنو رايكم بهذا التمن اللي يكون مليان الوان؟ بالاخير اللي يحب يجرب انوانه شارع كوفة. واحد من اكثر مطاعم المندي اللي له واس اجرب المندي عنده، من بديت اسال عن اطيب شيء عنده اغلبهم قالوا لي جرب الدجاج، وبصراحه عجبني. اما الشغله الثانيه اللي احييهم عليها هي الزبادي المستقيم من باب دعم المنتوج المحلي، عافية عليهم. اخيرا اكثر شغله عجبتني هي فكره اللبن اللي ينزل بهذا الترتيب استعماله مره واحده، وانا حبيته. بالنسبه للاسعار ما بيختلف عن الباقي. هل تفنيت؟ يلا
بلش. يلا. <يالا. تصفيق>